بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 184. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع حلقتنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة الماضية تقدم الحديث عن حكاية مالك الإمام رحمه الله مع أبي جعفر المنصور، وضعفها شيخ الإسلام وشكك فيها، وتمام حديثه عنها قال معنا هنا. وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره. نعم، وتمام الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي تمام الحكاية السابقة المنسوبة إلى مالك رحمه الله على ما فيها من الشك والريب، قال في آخرها مالك لأبي جعفر: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، في تمام الحكاية. هذا فيه أن مالكا يرى أنه يؤتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الاستغفار عنده، عملا بهذه الآية الكريمة. وهذا لا شك أنه باطل، فإن الآية الكريمة لا تعني ذلك، وإنما الآية الكريمة نزلت في جماعة من المنافقين أرادوا التحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى عابهم وأنكر عليهم وقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني بإرادة تحكيم غيرك، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. جاءوك يعني في حياتك، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول عما حصل منهم لوجدوا الله توابا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يستغفر للمؤمنين وكان يستغفر للتائبين، وهذا شيء معروف. أما بعد موته فلم يذكر أن أحد من الصحابة إذا أذنب، أو أحد من الصدر الأول من هذه الأمة إذا أذنب، جاء عند القبر واستغفر الله وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. فهذه الآية خاصة في حياته عليه الصلاة والسلام، بدليل أن أحدا من المسلمين ممن يحتج بهم لم يذكر أنه يأتي ويستغفر عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الاستغفار بعد موته. فهذا مما يبطل نسبة هذه الحكاية إلى مالك رحمه الله، والآية تدل على هذا، لأن قوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إذ هذه لما مضى من الزمان، أما إذا فهي لما استقبل من الزمان. والآية لم يقل الله جل وعلا فيها إذا ظلموا أنفسهم يعني في المستقبل، وإنما قال إذ ظلموا على أمر مضى وحصل. فهذا مما يبطل نسبة هذه الحكاية إلى مالك رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلامه أي مالك المنصوص عنه عن أمثاله ينافي هذا، ينافي أنه يطلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، فالميت لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا استغفار. نعم، وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخر الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد بيتين: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. نعم، هذا أعرابي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم
وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وتلا هذه الآية، وهي تسمى قصة الأعرابي وهي من رواية العتبي، وهي قصة مجهولة ولا يعرف لها أصل، وهي مخالفة، هي مخالفة للكتاب والسنة ومخالفة لعمل المسلمين الذين لم يذكر عن أحد منهم احتجوا به أنه كان يأتي ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وإنما هذه قصة أعرابي مجهول وأسانيدها لا تعرف. نعم، الله المستعان، الحمد لله. ولهذا استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر. الدين لا يثبت بالحكايات والمنامات والأخبار الواهية، وإنما يثبت الدين بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. وهذه الحكاية لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل من يحتج بعملهم من هذه الأمة، وإنما هي حكاية مجهول وحكاية مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة من أن الميت لا يطلب منه شيء، وإنما يسلم عليه ويدعى له فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لا يثبت بها حكم شرعي لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم. ولم يذكر هذا عنهم مع أنهم أعلموا بما يشرع وما لا يشرع، فدل على أن هذه الحكاية لا أصل لها. نعم، بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع. وإن قدر أن هذا الأعرابي قضيت حاجته فهذا ليس دليلا على جواز فعله هذا، لأنها قد تقضى حاجة الإنسان لأسباب أخرى لا لهذا السبب الذي ظنه. نعم، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به. نعم، هذه قاعدة تكررت. نعم، أن حصول المطلوب إذا كانت الوسيلة إليه غير مشروعة لا يدل على جواز مثل هذا الفعل. نعم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل. نعم، ومما يدل على أن حصول المطلوب لا يدل على إباحة العمل السبب. نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل في حياته وهو لا يرد سائلا، فكان يجيب السائل ويعطيه مع كراهته صلى الله عليه وسلم لذلك، وأن هذا العمل الذي عمله السائل للرسول غير جائز. نعم، قال: وتكون مسألة محرمة في حق السائل، حتى قال: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: يا أبون، إلا يسألوني ويأبى الله لي البخل. نعم، لأنهم يحرجون الرسول صلى الله عليه وسلم ويشقون عليه فيعطيهم وهو لم يرضى عنهم بذلك، فيكون ذلك سببا محرما، ويخرج بهذه العطية نارا يتأبطها، لأنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم. دل على أن حصول المسؤول لا يدل على جواز السؤال. نعم، وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. نعم، قد يعمل الإنسان ويجتهد وهو مخطئ ويثاب على نيته لا على عمله. نعم، وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة. نعم، بل لو لم تكن مفسدتها أغلب من مصلحتها لما نهي عنها. نعم، ثم الفاعل قد يكون متأولا أو مخطئا، مجتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطأه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع كالمجتهد المخطئ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. هذا تقدم أن الفاعل إذا كان مجتهدا ومخلصا ولكنه أخطأ في عمله من غير قصد، أنه قد يحصل له بعض المقصود وقد يثاب على نيته وقصده، وإن كان لا يثاب على عمله وعلى فعله. نعم، قال رحمه الله: والمقصود هنا
أنه قد علم أن مالكا من أعلم الناس بمثل هذه الأمور، فإنه مقيم بالمدينة يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم، ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر التابعين، وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء، ويذكر أنه لم يفعله السلف، وقد أجدب الناس على عهد عمر رضي الله عنه. نعم، فمالك رحمه الله من أخص الناس بمعرفة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعمل أهل المدينة الذين هم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته. ومع هذا لم يروى عنه أنه يستقبل القبر عند الدعاء، وإنما يستقبله وقت السلام فقط. فدل على أن هذه الحكاية مع أبي جعفر أنها لا أصل لها. نعم. قال رحمه الله: وقد أجدب الناس على عهد عمر رضي الله عنه فاستسقى بالعباس. ففي صحيح البخاري عن أنس أن عمر استسقى بالعباس قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ولو كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم جائزا بعد موته أو طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم والاستسقاء جائزا بعد موته كما هو في حياته، لما عدل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى العباس حينما استسقوا، فإن عمر أمر العباس أن يدعو الله لهم ولم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستسقي لهم، فدل على أن الميت لا يطلب منه شيء وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فالميت لا يطلب منه شيء بعد موته. فعدول الصحابة عن الرسول لأنه ميت وطلبهم الدعاء من العباس لأنه حي دل على أن الدعاء إنما يطلب من الحي ولا يطلب من الميت. نعم. صلى الله عليكم. قال: فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم فيدعو لهم ويدعون معه كالإمام والمأمومين، من غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق، كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به. نعم، هذا هو التوسل المشروع، هو التوسل بدعاء الشخص لا بدعائه هو أو الدعاء به لأن يجعل وسيلة، وإنما يدعى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويطلب من الصالحين أو من الصلحاء أن يدعو الله، وهذا ما يسمى بالشفاعة، فإن الدعاء للغير شفاعة له، وهذا إنما يطلب من الحي ولا يطلب من الميت. نعم. ولهذا قال الفقهاء: يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين، والأفضل أن يكون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يستسقى بأهل الخير والدين يعني بدعائهم، فيطلب منهم أن يدعو الله للمسلمين بالغيث كما طلب الصحابة من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث، وهم يؤمنون على دعائه لأن هذا أقرب إلى الإجابة. وكما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يستسقي لهم وأن يدعو الله لهم، فيدعو لهم صلى الله عليه وسلم ويستسقي لهم فيسقون. نعم. وقد استسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود الجرشي وقال: اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يدك، فرفع يديه ودعا الناس حتى أمطروا. وكذلك معاوية رضي الله عنه في الشام لما استسقوا أمر أبا يزيد أن يدعو الله لهم كما أمر عمر رضي الله عنه العباس أن يدعو لهم، فهذا يدل على أن طلب الدعاء من الحي أنه لا بأس به، لا سيما في الشدائد وطلب الغيث، وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء بعد موتهم. نعم. ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يستسقي عنده ولا به. نعم، الصحابة كانت تعرض لهم المشكلات ويجذبون، ومع هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم كانوا يأتون إليه ويستفتونه، وكانوا يطلبون منه الدعاء لهم وللمسلمين، فلما مات صلى الله عليه وسلم
لم يروى أو لم يرد عن أحد منهم أنه ذهب إلى قبره في مشكلاته وطلب منه أن يدعو الله له، أو أنهم يستسقون به بعد موته صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه لا يطلب من الميت شيء، وهذا كله مما يبطل حكاية الأعرابي التي سبقت وأنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قبل أن نمضي في الفقرة الثانية فيما تقدم من طلب الدعاء الصحابة العباسي يدعو الله لهم، وطلب معاوية رضي الله عنه يزيد أن يدعو، إذن لا ننكر على من قال لمن يراه صالحا ادعو لنا يا فلان ادعو لنا فلان. نعم، طلب دعاء الصالحين هذا لا ينكره أحد، لكن يقولون الأولى أن يستغني عنه وأن يدعو الله هو لنفسه، وأما طلبه الدعاء فهذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نعم. هذا مع ما في النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلام. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبان بعد موته ودائما وابدا عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد موته. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا علي صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي حيث كنتم، فإن صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته والسلام عليه، وكانوا يصلون عليه في كل مكان، كانوا يصلون ويسلمون عليه في كل مكان، ولا يحتاج إلى الذهاب إلى قبره للصلاة عليه والسلام عليه. ولهذا قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فهو يسمع سلام القريب ويبلغ سلام البعيد ويدعو لمن سلم عليه. نعم. صلى الله عليكم. وفي سنن أبي داود وغيره عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. نعم، هذا كما سبق. نعم. فالصلاة عليه بأبي هو وأمي، والسلام عليه مما أمر الله به ورسوله، وقد ثبت في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا عام في حياته وبعد موته. نعم. والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين هو من جنس المشروع عند جنائزهم، فكما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له، فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له. نعم، الدعاء للأموات مطلوب، سواء الصلاة على جنائزهم أو الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، لأنهم بحاجة إلى ذلك. نعم. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن والمسند أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قال رحمه الله: فهذا دعاء خاص للميت كما في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، أي ثم يخص الميت بالدعاء. نعم، فزيارة القبور يدعى للميت خاصة، ويدعو الزائر لنفسه ويدعو للمسلمين عامة، كما في هذا الدعاء الوارد في الصلاة على الجنازة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، بعدما يدعو للميت. وكذلك عند زيارة قبره بعدما يدعو له أيضا، فإنه يخلص الدعاء لله عز وجل لهذا الميت، لأن الميت بحاجة إلى من يدعو له. أما الدعاء لنفسه عند القبر فلا يدعو، وإنما يدعو إذا انصرف أو وهو في الطريق أو حينما يقبل على القبور مارا بها، يقول: نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى في حق المنافقين:
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله الآية. فلما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأجل كفرهم دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره. نعم، قال الله جل وعلا في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فنهاه عن أمرين: عن الصلاة عليه قبل دفنه، وعن القيام على قبره بعد دفنه للدعاء له، لأنه يشرع أن يقف المسلم على قبر أخيه بعد الدفن فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت، قال إنه الآن يسأل. فهذا نص على أن أنه يدعى للميت بعد دفنه بالتثبيت والمغفرة، فكذلك قبل دفنه يصلى عليه ويدعى له. أما هذان الأمران فنهى الله سبحانه وتعالى عنهما في حق المنافق، قال ولا تصلي على أحد منهم، يعني بعد موته، ولا تقم على جنازته، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره بعد موته، فدل بمفهومه على أن المؤمن يصلى عليه وأنه يقام على قبره للدعاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال ولهذا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، هذا هو القيام على قبره، أنه بعد تمام الدفن يقف المسلمون على قبره ويدعون الله له بالمغفرة والتثبيت. فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام به على الله أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة، لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما حدث ذلك بعد ذلك. لم يكن للقصد من زيارة القبور دعاء الأموات والاستغاثة بهم والتبرك بهم كما يفعله الجهال والخرافيون، وإنما القصد من زيارة القبور نفع الأموات ونفع الأحياء، فالأموات ينتفعون بدعاء الزائر وسلامه عليهم، والأحياء ينتفعون بالاعتبار والاتعاظ ويحصلون على أجر الزيارة لإخوانهم. نعم. قال بل قد كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة، زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد قال زوروا القبور، فهذا لفظ عام، أما خصوص قبره صلى الله عليه وسلم فلم يرد أنه أمر بزيارة قبره، وإنما تدخل زيارة قبره في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة. ولهذا كان مالك رحمه الله يكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لفظ لم يرد. نعم. وقال القاضي عياض كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن بعضهم أنه علله بلعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، قال وهذا يرده قول نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم. وعن بعضهم أن الزائر أفضل من المزور، أي سبب الرفض، قال وهذا مردود بما جاء من زيارة أهل الجنة لربهم. نعم. قال والأولى أن يقال في ذلك إنه إنما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه لقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئك قطعا للذريعة وحسما للباب. يعني كأن مالكا رحمه الله إنما يكره قول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضاف الزيارة إلى القبر ولم يضفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرت النبي صلى الله عليه وسلم أو زرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس بذلك، وإنما يكره مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله قلت غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ زرنا في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور في الزيارة البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا أهل الصحيح ولا السنن ولا أئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره،
وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره. وأجل حديث الرؤيا في ذلك ما رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية في زيارة قبره، كقوله من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة. نعم، وهذه فائدة عظيمة، أن اللفظ الوارد في الأحاديث إنما هو في زيارة القبور عموما. قال زوروا القبور إنها تذكر بالآخرة، ولم يرد أنه خص قبرا من القبور بالزيارة، وقال زوروا القبر الفلاني أو قبر النبي أو قبر الولي، هذا لم يرد، هذا لم يرد. وأما الأحاديث الواردة في خصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وكلها مكذوبة كما قال الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره، وقاله غيره أيضا، أن كل حديث في خصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أنه إما ضعيف لا يحتج به وإما مكذوب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.